هل سمعت عن جزر النبي سليمان؟ لماذا يتصفون سكان هذه الجزر بأنهم أجمل البشر في العالم؟ ما هي الصفة النادرة التي يتمتع بها سكان هذه الجزر؟ وأخيراً، كيف وصل إليها الإسلام وانتشر وازدهر؟ تابعوا معنا هذه الحلقة المثيرة، رجينا من الله عز وجل أن تحوز هذه الحلقة على إعجابكم. فضلاً اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات. من المعلوم أن المسلمين الذين يكونون أمة الإسلام في عصرنا الحاضر ينتشرون في قارات العالم المختلفة، إذ لا يخلو بلد من بلدان العالم من جماعة إسلامية قل عددها أم كثر. واليوم نلقي بنظرة عابرة على أحد جزر المحيط الهادئ التابعة لقارة أوقيانوسيا، لنرى كيف خاض الإسلام عباب مياه الهادئ لينير جزر سليمان. ربما لا نعرف الكثير عن جزر سليمان التي يعتقد البعض بأنها المكان الذي عاش فيه النبي الملك الحكيم سليمان ابن داود، ويعود ذلك بسبب غناها بالذهب وسهولة استخراجه لقربه من الطبقة السطحية للقشرة الأرضية. هذه الجزر حصلت على استقلالها من بريطانيا في سنة 1978. جزر سليمان هي دولة واقعة في جنوب المحيط الهادئ، وتتألف مما يفوق 990 جزيرة، حيث يبلغ مجموع مساحتها الكلية 28450 كيلومتر. عاصمتها هي مدينة هونيارا، وتعتبر اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية فيها. ترأست هذه المدينة الملكة إليزابيث الثانية، حيث يمثلها فرانك كاي. أما بالنسبة لألان كيماكيزا فهو الشخص الذي يشغل منصب رئيس الحكومة فيها. تضم الجزر الجنوبية مجموعة من الجزر، منها شويزول وسانتا إيزابيل ونيو جورجيا وكوادالانكال وسان كريستوبال ومالياتا والعديد من الجزر الصغيرة، وتشكل جميعها مساحة جغرافية تقدر بحوالي 29785 كيلومتر مربع. أما الجزر الشمالية فهي تحتوي على جزيرة بوكا وبعض من الجزر الصغيرة، تشكل جميعها مساحة جغرافية تقدر بحوالي 10878 كيلومتر مربع. أغلب سكان هذه الجزر ينتسبون من ناحية عرقية إلى الميلانيسيون، حيث يشكلون نسبة تصل إلى 94.5%. أما بالنسبة للبولينيزيين فتصل إلى 3% من إجمالي السكان، بالإضافة إلى الماكرونيين الذين يحتلون نسبة قليلة تصل إلى 1.2%، ويشار إلى وجود حوالي 74 لغة في جزر سليمان. وانقرضت حوالي 4 لغات في الجزر الوسطى. أما بالنسبة للغات الميلانيسية فتستخدم بشكل كبير في كل من رينيل وبيلونا في الجنوب، وتيكوبيا وأنوتا وفتاكا في الشرق الأقصى، وسيكيانا في المنطقة الشمالية الشرقية، والوانيوا في الشمال، مع وجود اللغات البولينيزية، وتعتبر اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للبلاد. جاء الإسلام إلى مناطق أوقيانوسيا. تضم قارة أوقيانوسيا عددا من المناطق، أهمها استراليا، ميلانيزيا، ماكرونيزيا، بولينيزيا، التي تعتبر جزر سليمان أحد دولها قبل 400 سنة منذ عام 1600 ميلاديا، عندما كان شعب غينيا الجديدة يتاجر مع الصين وإمبراطورية ملايو. عرف وجود الإسلام في مناطق أوقيانوسيا في أوائل القرن السابع عشر، وأجزاء أخرى من أوقيانوسيا لم يرى فيها وجود الإسلام حتى القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال، جاء أول مسلمين إلى فيجي عندما جاء المهاجرون المسلمون على متن سفينة جلب عمال إلى فيجي في عام 1879. وعموما فقد بدأ دخول الإسلام إلى القارة الأسترالية مع وصول المستعمرات الغربية، حيث اعتمد الإنجليز على الأفغان المسلمين في نقل البضائع والتموين وتشييد الطرق، وقد وصل عددهم في عام 1931 إلى ما يقارب 393 رجلا قدموا للعمل بغير عوائلهم التي فضلوا بقائها في أفغانستان بسبب عدم سماح النظام الأسترالي في ذلك الوقت بقدوم نساء الأفغان. وفي الآونة الأخيرة شهدت هذه المنطقة تناميا مستمرا للإسلام، وخاصة في منطقة ميلانيزيا التي تضم عددا من الدول على رأسها بابوا غينيا الجديدة وفيجي وتيمور الشرقية وجزر سليمان.
ويؤكد التاريخ أن أول أوروبية وطئ أرضها كان في عام 1568 ميلاديا، فبعد أن سكنها الميلانيسيون احتلها الألمان في بداية القرن التاسع عشر للميلاد، ثم وقعت تحت حكم الانتداب الأسترالية، وإبان الحرب العالمية الثانية احتلت من قبل اليابان، وقد كانت مسرحا لمعارك طاحنة لتعود الوصاية فيها لبريطانيا، في حين نالت استقلالها وحكمها الذاتي في عام 1978. ويتميز السكان بصفة جينية فريدة، كونهم يمتلكون البشرة السوداء والملامح الأفريقية، ولكن بعيون ملونة وشعر أشقر. وأكثر ما يميز سكان هذه الجزيرة شعرهم الأشقر مع بشرتهم الداكنة في مزيج مستحيل، ولكنه ليس مستحيلا على الله عز وجل، حتى أنه حير الكثير من العلماء منذ اكتشاف هذه الجزر. والأمر يعود في حقيقته إلى تمتع سكان جزر سليمان بمجموعة متميزة وشديدة الندرة من الجينات تسمى TYRB1، وهي مسؤولة عن لون الشعر، وهذه المجموعة تختلف عن أي مجموعة جينات في خلايا أي بشر على مستوى العالم، وهو ما أثار حيرة العلماء أكثر وأكثر. نسأل الله عز وجل أن يوفق الإسلام والمسلمين، وأن ينتشر من أقاصي الأرض إلى أطرافها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب نجني وأهلي مما يعملون، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من القوم الظالمين.
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم آمين. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.